الأمين العام للأمم المتحدة، مجموعة من رؤساء النقابات العراقية وليس كل النقابات، عدد مهم وعدد مؤثر، طرحنا الرؤية اللي تريدها الناس خاصة بتعديل الدستور، بقانون الانتخابات، بالمفوضية، بقانون الأحزاب، بالفساد، بالإصلاحات الحقيقية، بتحديد مدد زمنية للإصلاحات وخدمة الناس. في البداية أود أن أشكر النقيب والجميع لدعوتي على هذا الاجتماع، وتفاجأت بالتأكيد بحضور الإعلام، ولكنها ليست مفاجأة لأننا الآن في نقابة الصحفية. سعيدة برؤيتكم اليوم، واجتماع اليوم كان فرصة قيمة لتبادل الآراء والاجتماع للمطالب المشروعة. الجميع الحاضرون ورؤساء النقابات والمؤسسات أوضحوا أنهم يمثلون جميع القطاعات الممثلة في التحرير، وقدموا لنا آراءهم حول آخر التطورات وأفكارهم أيضا حول أفضل السبل للمضي قدما. الأمم المتحدة في العراق مستمرة في التواصل مع الجميع المتظاهرين والنشطاء والسلطات أيضا من أجل التحرك في الاتجاه الصحيح والوصول إلى إصلاح حقيقي، ولأن هذا هو ما يطلبه الناس. وأؤكد أن كل عراقي له حرية التعبير عن رأيه، في نفس الوقت العراق دولة ذات سيادة ولا يمكن للأمم المتحدة أن تفرض أي أمر على العراق، ولكن دورنا هو المساعدة والمشورة والدعم من أجل تحقيق التغيير. أود أن أختم هذا اللقاء بأنني تأثرت كثيرا بالتعبيرات التي تعبير العراقيين عن حبهم لوطنهم واحتفالهم بالهوية العراقية، وهو أمر مؤثر بالتأكيد. وأود الآن أن أشكر جميع رؤساء النقابات والاتحادات على اجتماع اليوم، وأتمنى أن نستمر في التواصل معهم.